هذا وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لسياسة الخارجية والأمن فيدريكا موغريني إن هذه الخطوة تضر بدور الولايات المتحدة كمدافع ومؤيد للديمقراطية. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار هذا المجلس. من جانبه عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين عن خيبة أمله من موقف الجانب الأمريكي.